بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وعن قاضنينا تابعي لباط وعامر بن عبد الله التميمي غير بني تميم أها معناها عامر بن عبد الله تاريخ لسان برنينا وان تابعي لباط كتابك انتهى وعوكسو إكاظو كسو قبقبو كو انتهو ذي الزهد زهد إلى ثمانية سديت سيدي الحق ذا أيوك انتهو ذي زهدي في مقدمهم متك أبوهرية في مقدمتهم سيدي ذا متك مقدم كي هرسات كي أبوهرية وعامر بن عبد الله التميمي القمة بن مرثد نليره ذا أيا سيدا مركايري نحن أمر الآن هطيرتان في السنة الرابعة عشر سنة كي أفريد طبانات بان كجرنا أولي الهجرة هجرتي نبيك سنة دي أفريد طبانات كأهيد وهاهم كواس وهاهم أولئي كواس الهدات وكوبي هدات كأها كواس وكوبي لهنونيي الهدات وكبي لهنونيي البنات امركا وحدس هايي دينك اي احكام تيس اي ضدك مسلمين تميحي اباها ناين اي رقي دس هايي واي او من كرام الصحابة صحابة كوا اغفع في عني اغو كرامة بضمع اي وكبار التابعين تكوذ اواوينا تابعين تكوذ اواوينا اي صحابة كودي أغفع فعنا اي كرامة بضنا يلهنوني اي وحدس هاي واي يخططون وحي على مضين هايان او اي جيحا يان مدينة البصرة مقالة بصرة بأمر أمر سببتي بينكو على مضين هايان اي كحدودين هايان اما اي كجيحا يان او من خليفة المسلمين تخليف كودي أغيمين وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلهيها كالراضي النقضة وأرضاه الله رالي قليه مر الله لمر كي تخطيط كاسمين هيان ومقال عصب أول الرب إلا سودقو تاسي تخطيطين هيان ويسومدين هيان مركا على مبي أسمين هيان ويجيح هيان مقال ذا بصرا وأمر خليف كمسلمين تحقو ذا حقي سأقيمين وعمر بن الخطاب إلهيها كالراضي النقضة فلقد عزموا وحي قوستين مسلمين تي على أن يجعلوا إني كييلاني كدكتان من المدينة الجديدة مقال ذا عصر مقال ذا جديدة ذا بصراء إني كدقان معسكرا لجيوش المسلمين معسكر إني أقدقان حراء لجيوش المسلمين مسلمين تعيدا كذا الغازية كواسو كدو لهي في بلاد فارس بلادين وقاعدة إني قاعدة كدكتان من القاعدة أما الصلدقة أو للدعوة دعوة الصلدقة إلى الله عز وجل دعوة إلهي درتي ددك الدين كاللو قارسين هيو إني قاعدة مركة وغردقان ميشا قاعد وفريس إيا ميل صلق دعوة إيوا منارة إيا علامة لإعلاء كلمته إلهي كلمته سكر نقشديد إيكو كرقات كيدا في الأرض أرلد دهديد إني بصر مركا نقطة وها هي ذي جموع المسلمين وكواء جموع ذي مسلمين تأ جميع ذي مسلمين تأهي وها هي تني وها هي تن أيضا ذي جموع المسلمين ومسلمين تي جموع ذودي وعيدا كي أمكوع ذي مسلمين تاها ترحل وحي أسو قور هيان إلى المدينة مقالذي أي أسو قور هيان مقالذي الفتية إعسبيت
magaaladii dhallinyarada ahayd ee cusbayd yay min kulli makaanin jiha kasta uga soo guurahayaan oo fii jasiirati alcarab carab jasiiradeeda ka mid ah min najadin min alxijaazi min alyamani meelahaasay ka soo guurayaan waxay ka soo guurahayaan najd iyo xijaas iyo yaman waxayna u soo rixlanayaanay u soo guurayaan magaaladii fitiyada ahayd ama dhallinyarada ahayd ama markaa cusbeen liyakuunuu si ay u ahaadaan calaa faqrin waaxid dhufays faqri say markaa u ahaadaan liyakuunuu calaa faqrin macnaha inay ahaadaan meesha faqriga waa meesha ee dhufayska ah ee muslimiinta markaa laga ilaaliyo oo min fuquuri lmuslimiin muslimiinta fuquurtooda markaa ka mid ah waa furin calaa faqrin furin dusheeda oo min fuquuri lmuslimiin muslimiinta furiyaashooda markaa ka mid ah wa kaana fii jumlati lmuhaajiriin kooxdaa soo hijrootay hijrada ahaan u soo baxday waxaa ka mid ahaa ilayha basra xaggeeda min najadin najidna markaa uga timid fatan wiil dhallinyaro ah oo min bani tamiim reer bani tamiim u dhashay oo yudcaa loogu yeero caamir ibni cabdillaah attamiimiyu alcambari reer cambari markaa ahaa kaana caamir ibni cabdillaahi wuxuu ahaa yowma-idin maalintaa fatan wiil dhallinyaro ah fatibuu ahaa oo fii bawaakiiri sibaa dhallinyaronimada iyo bawaakiirteeda markaa ku jira wiil yar oo dhallinyaraa ayuu ahaa oo dhallinyaronimada bilowgeeda markaa ku jira bawaakiirteeda markaa ayuu soo baxahayo sinnaa iyo dhallinyaronimada bilowgeeda markaa ku sugan ghadda al-ihaabi maqaarkiisa uu jilcan yahay maqaarkiisa iyo haraggiisuu markaa jilcan yahay inaan aad aan u duqoobinun adkaanin ee dhallinyaro hadda soo baxaya markaa ah rayaana shabaari dhallinyaronimadiisuna ay buuxdo rayaan ay tahay xukam tahay ama ay buuxdo shabaabnimadiisa wadii alwajhi wejigiisana uu qurux badan yahay wejigiisu markaa dhalaalaya zakiyan nafsi nafsadiisu ay zaki tahay tahiran tahay oo wax dembiya aan markaa samayn taqiya alqalbi qalbigiisana cabsi alle ku jira taqi ahoo qalbigiisana uu markaa cabsanaayo wa kaanat waxay ahayd albasratu basra calaa xadaafatihaa iyadoo cusub macaa xadaafatiha cusaybnaantaad magaalada mar dhow la aas-aasay iyadoo ah waxay sii ahayd min aqna bilaadi lmuslimiin muslimiinta bilaadooda midda ugu hodantinimo badan hinan xagga hodantinimada ayadaa ugu qanisanayd wa awfarihaa middeeda ugu fara badan bay ahayd tharwatan xagga hantida sababtuna waxay ahayd limaa kaana wixii ahaa yatadafaqu mid ku soo burqada calayha korkeeda waxaa ku soo daadanahayay korkeeda calayha min ghanaa'imi alxarbi dagaalka ghaniimooyinkiisa wayansubu fiiha waxaa ku soo shubnahayay basra min aldahabi annadaari dahabka nidaarka ahee khaaliska ah ee saafiga ah ayaa markaa meesha imaanahayay iyadoo magaalo cusub ah haddana saasay qhinanimada iyo hantida ku heshay laakina alfataa laakiinse wiilkaa dhallinyaraha ah attamiimiyin ee reer tamiimi ah caamir ibni cabdillaahi waaye lam yakun muusan ahayn lahu asaga arabun middan ka galay fii daalika kullihi arrintaa dhammaanteed dahabkaa khaaliska ah waxaa hantida ah xoolaha faraha badan middani ay ka gashay oo dan ka lahaa ma ahayn baa la yidhi falaqad kaana wuxuu ahaa zahaadan mid zaahid ah zahaadan ayuu ahaa mid aad isaga ilaaliya oo iska ilaalin badan bimaa fii aydi annaasi waxa dadka gacmahooda ku jira ragaaban mid rajayn badan buu ahaa bimaa cinda allaahi waxa ilaahay agtiisa ahaaday mucridan buu ahaa mid ka sii jeesasho badan can iddunyaa wa ziinatiha adduunka iyo dhalaalkeedii quruxdeeda muqbilan mid qaabilid badan buu ahaa cala allaah alla dushii wa mardaatihi raadi ahaashada alle wa kaana rajula basra basra rajulkeeda ninka madaxda u ah wa muqadamaha
midka muqaddamkee maamulkeeda hayana yowmaidin maalintaa wuxuu ahaa asaxaabiyu aljaliilu, saxaabigii wanaagga badnaa, waa abu muusa alashcari radia allaahu canhu. أبو موسى الأشعري أها رضي الله عنه ونظر الله إفيه في الجنة جنة أبو موسى وجه وجيسي وجيسة جنة الله كإفتيمي كاسو أها فهو أبا موسى أها والي المدينة مجالدة الزاهرة قرحضة بضن والي قبيب أها ninka madaxda u ah ee asaga waali uga ah ayuu ahaa oo asaga maamulkeedii hayay. وهو أبو موسى وحوها قائد جيوش المسلمين مسلمين تعيدا كوده قام يهودا عيدا كاسو المنطلقة منها كبحا يحقيدا آذين في كل اتجاه في كل اتجاه دنع والبا جهة والبا ولا آذين ودينك ألا لقو دفاعها يقائد كجيوش كأيو مركاها. وهو أبو موسى إمام أهلها أهل كمجال ذا إمام كذا أيو أها ومعلمهم معلم كذا وحبر أيو أها ومرشدهم هنون يهذيب أها إلى الله إلى الدين كيس إجد كيس كهنون عز وجل عز قالب أها وجل ويناي لزلا. وأولى زمي عامر بن عبد الله أبا موسى الأشعري أيو لا زمي في سلمه مركة السلم كجر والنبط iyo xarbihi xarbigiisa labadaba marka uu dagaal ku jiray markay nabaday tahayba uu laazimahay wa saahibahu wuxuu la saaxibay Aamir ibn Abdullah Abu Musa fi hillihi mar Allah la markuu xilli ku jiro ee uu degan yahay iyo wa tarhalihi safarkiisa labadaba markuu magaalo joog yahay iyo markuu safar ku jiraba waa laazim uu la saaxibay. فأخذ وعوك قاطي عنه حقي كتاب الله إلهي كتاب كيس معنا قرآن كيبو كبرتي رطبا أسلق وقيا طريا أو عصب أو أحكما سذي نزل أقسو دقي على فؤاد محمد محمد قلبي قيسة نبي محمد قلبي قيسة سذي أقسو دقي أسلقوا أي قرآن كي كقاطي أبو موسى نك عامر لده وراءه. وأكوري عنه حقيس حديث رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم حديث كيس صحيحا أصغى صحيحا موصولا موصول أهلو حريري بالنبي الكريم نبي كريم كاوايا عامر إيا النبي وحقرد حيواوي موسى كليا سند آدية تقول رسولك وايا صحيح وموصولا ومد حرير بالنبي الكريم نبيكي كريم كي شرفت إيقيمها بضناء حريرة أيها وتفقها وعوك فهمي على يديه أبي موسى لبدي سيقع موت أيوك فهمي وكبرتي في دين الله إله دين كيس عز قالبها وجل ويناي. فلما قرتي اكتمل أي أرد ما استرنتي له أصغى وعامره ما أراد وإيقودون أي من العلم علمي جعل حياته نلشيسي وحوك لقي أقساما ثلاثة قيب سدحا نلشيسي وجد وليييو سدح قيبو كدقي فشطر برنا في حلقات الذكر قوبها حلقات كذكر أيو كقاطي حلقات الذكر أيو نحجو غيو قيب كمطة حلقات كذكر أيو إيمانها يقرئ فيه الناس ما يشاسو أخرسين أي دتك أم أخرين أي دتك قرآنك. وفي مسجد بصرة مساجد كي ويناء بصرة كييلي قيب كمد أحوحو أها حلقات كذكر كمد إمادة وهو أخرسين أي أو معنى دتك أخرسين أي برها القرآن قرآنك في مسجد بصرة بصرة مساجد كي كييلي وشضر قيب لبابنا في خلوات العبادة عبادة أقال النقش ذيلة إنه خلوات سمي أقول النقض عبادة أي سمي ينتصب فيه أسقو كل حستاقه قائما حال يكيتاقا بين يدي الله بين يدي الله إلى يرتيسا حتى تكل إلا قدماه قمده سؤي نوغان إلا إيدالان قدمو ينكيسي قمده سا شطر إنصنا وعوهر سرنا ينتصب أسقو سرا فيه وقت قال لبات قائما أسقو تاقا أم حاد يكي تاقا بين يدي الله إلهي أرتيس حتى تكلا إلا أي إيداش قدماه قمده سا
وشطر قيبت سدحادنا في ساحات الجهاد قوبها دقالك أيو قين أي يصل أسقو سيبه يقلك كجسار أي فيه ماشى قده هذا سيفه سيفتي سغازيا حال أيكي دولأه في سبيل الله إن أجدك سمرك كدولا ولم يطر وقمتك في حياتي نلشي سموضع مال لشيء شيء وغير ذلك أرنت أنا هين أبدا ولدي سدح ذا وحان أهين موضع كان أو وقتك سي نلشي سي كمدع بوسك مصينين حتى دعي إلا الله ما قعدري بعابد بصرة بصرة عابد كيذي وزاهدها زاهد كي بصرة وحال الله ما قعدري بعابد البصرة وزاهدها وكان من أخبار عامر بن عبد الله أخبارت عبد الله بن عامر لقسه من قوري وحاكمت ما حدث به وعيوك شيكي أحد أبناء البصرة بصرة اللي يرذي ذا متكمت علمه بصرة متكمت أيا شيكك شيكي مال قال وعيري سافرت وان صفري في قافلة قافلة يكوح فيها وكد حجره عامر بن عبد الله أيا سفر لقالي فلما قرتي أقبل علينا كركين ونصوقا بلي أصوق لي الليل هبينك نزلنا وحان دقني هبين مركي لقاري قرح ذي بعضي أيان دقني بغيضة ميل كين أيان مركي دقني غيضة ما ميل قيد آدي أطف ربضا لي بينا لقياب إني مركي ليهين فجمع وحو أرصدي عامر متاعه ألابتيسا عامر نك يا ألاتي سيوس كدوي وربط وحو كحري فرس وفرس كيسين بشجرة جيد أيو كحري وطول وأدري له أصغى زمامه وقان كيسي بأدري زمام كواليجان كفرس كمرك له قامنا يلا قبطو حرك دار أيو أغدقي وجمع له وحو أصو جمعي أصو أروري من خشائش الأرض للك عوسكي كييلي قشاشك أرلض أيو أسو أروري ما يشبعه وحبرجية وطرحه وعو كداذي أمامه فرسكي هرتيسة عصبضن وآتو أقدر قدر جيانا وأسو قري مركاسو فرسكي هرتيسي قبيو كداذي ثم كبعد دخل عامر وحو قلي الغيضة كينتي وأوغل حب أقلي فيها قذهيدا أو غل معناه وكحل إراضيه سحوب أهو جذها أيو أقلي فقلت وحن إري برواويل كي كشكينا يرير بصراء هاي في نفسي نفسد إذا وحن كإري والله بان كتارتي لأتبعنه الراعي الراعي عار وان دبقل يابو يري أيان إري بو يري ولا أنظرن وانفيرن قنفيرن ما يصنع وحقو كصميه في أعماق الغيضة كانت قذئذة أو في هذه الليلة عاوة هبين كان أي كان أعماق إيا مولك إيا قذها كانت وحقو كصميه أيان أركضونا بويري فمضى دقاقي عامر حتى انتهى إلا أقاري إلى رابية ميل سريسة ميل رابية كريسة أي قاري أو ملتفت أي اسكو الرصدين الشجر جيدها ملتفت الشجر جيده هذي أي كل سنين وامل جقع أو جيده هذي أي آدس وقطعين مستورة أسطران أو كقرصان عن الأعين عندها هذه صلاة أجانا أن مركل الأركي كرين فاستقبل القبلة قبلة ذي مقابل وعامل وامتصب وسرمي قائما أسجد تاجن أو يصلي تكناية isla goobta gudaha markuu u galo dadkii ka qarsoomay ayuu salaad xirtay intuu qiblada qaabilay fama raaytu ma arkin buur wiilkii ka sheekeynahay ahsana min salatihi wa ahsaladi sakfi'an wala akmala ka kamilni mabadan wala akhsha'a kana qushu'badan salaadu tu kana salaad qushu'badan kamin oho dhameystiran hadana qurux badan day ahay فلما قرتي صلى أوتك ذي ما شاء الله انتي إلهي دوني أي صلي إنو تكذو طفق وعو قذقل يا عامر تدعو يدعو إنو بريه يا الله ألي أو يناجي لمناجوني إلهي أي لمناجونها يا أوحوي دي سنيا وأن بريه يا فكان مما قاله
wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa ilaahii ilaahaygaygiiyo ilaahaygii laqad khalaqatanii waxaad igu abuurtay biamrika amarkaaga wa aqamtanii waxaad idhex dejisood idhex sugtay ood ikeentay fii balaaya haadihi addunyaa adduunkan ee kana imtixaankiisa bimashiiatika doonistaada thumma ka bacdi qulta lii waxaad igu tiri istamsig qabso oo xariga alla qabso toosnow ee diinta qabso fa kayfa astamsiku see u qabsanayaa ilaahayow in lam tumsiknii haddaadan iqabadsiinin bilutfika naxariistaada yaa qawiyo yaa matiin allaha xoogga badan ee adago allaha matiinkee xoogga badanee qawiga u saaxiibka ahow haddaadan igu saacidin qabsashadeeda see u qabsanayaa oo naftayda u qabanayaa ugana celinayaa xumaanta ilaahii rabbiyow ilaahayow innaka adigu taclamu waad og tahay annahu sha'niya low kaanat lii hadday ii sugnaan lahayd haadihi addunyaa adduunkan ee kan ah bimaa fiihaa waxa ku dhex sugan oo dhan thumma ka bacdi qulibad layga dalbo minnii xaggayga layga codsado maradaata raadi ahaasha laka adiga inaan ku helo lawahabatuhaa inaan hibayn lahaa litaalibihaa kii dalbay daalibkeedii iga dalbaday inaan siin lahaa si aan raadi ahaashadaada u helo inaan saa ahay rabbi waadi og tahaye fahabliya nafsii naftayda ii hibay ilaahu naftayda gacanta ii soo geli aniga aan maamule yaa arxamar raaximiin inta naxariisata allaha u naxariis badano ilaahii ilaahayow innii anigu axbabtuka waan ku jeclahay oo waxaan ku jeclaaday xubban jacayl sahala calaya dushayda u sahashay kulla musiibatin musiiba dhammaanteed musiibo kasto igu dhacda jacayl ii sahlay ayaan ku jeclahay iwaradaanii bikulli qadaa'in waxaan ilaahayow ku jeclahay jacayl aan raalli kaga noqonaya qado kasta iyo xukun kastood aad igu xukmiso famaa ubaalii u aaba yeeli maayo maca xubbii laka jacaylkayga aan adi kuu qabo maa asbaxtu calayhi waxaan ku waabariistay dusheeda iyo wamaa amsaytu fii waxaan ku galabaystayba imtixaan iyo dhib baahi iyo cudur xanuun iyo jirro waxaan ku galabaystay waxaan ku waabariistaba u aaba yeeli maayo jacaylka aan kuu qabo haddii mar micigayga yahay rabbow haddaanba ku jeclahay waxaanu aaba yeelaya male maa asbaxtu calayhi waxaan ku dul waabariistii wama amsaytu fii waxaan gudaheeda kuwa galabaystaba faqaala arrajul albasriyu ninkii reer basri ahaa ee u kurgarahaye ee meel dheer ka fiirsanayay wuxuu yidhi thumma intaa ka bacdi innahu halabatnii waxaa iga adkaaday an nucaas hurdo gamaanya iga adkaatay buu yidhi ilaa waa nin maantoo dhan inuu tukado rabo inuu ilaahay baryana rabaa iyo nin inuu wax fiirsado raba isku mid ma aha waxaa iga xoog badiyo iga qaalib noqday an nucaasu gamaanya ama lulmo fa aslamtu waan sallimo waan dhiibay jafnaya labadayda indhood ilalkaaraa hurdaan u dhiibay buu yidhi waa sallimo waan seexday thumma ka bacdi maa ziltu anaamu kama aanan zulin inaan seexanayo waastayqidu aan kacahayo wacaamirun muntasibun caamirna uu suran yahay uu taagan yahay fii mawqifihi mowqifkiisii maadin uu iska wato fii salaatihi salaadiisa iwa munaajaatihi la munaajaadka uu ilaahiisa la munaajoonayo xataa tanafasa subxu ilaa subxii uu neefsaday ilaa subxii uu dhashay buu ula jeedaayo waa ilaa waagu soo caddaadu waagu soo beriyey waa seexanayaa cabbaar markaa jiifaan soo kacayaa weli waa taagan yahay hurdaa iga adkaanaysasaan hurdaa waa soo boodayaa weli wuu taagan yahay thumma ka bacdi maa ziltu kamaa nanzulin anaamu waastayq inaan hurdaayoon kacaayo wacaamirun muntasibun caamirna uu suran yahay uu taagan yahay fii mawqifihi mowqifkiisii maadin uu iska sii wata fii salaatihi salaadiisii wa munaajaatihi la munaajoodka uu rabbigii la munaajoonayo xataa tanafasa subxu ilaa subxii uu soo neefsaday falammaa goortii badaa lahu ay u soo daahirtay asaga ay u soo caddaatay u muuqatay alfajru fajarkii salaadii dhalashadeeda addaa wuxuu gutay uu dukaday almaktuubata salaadii waajibkeed waa salaadii subax thumma aqbala haddana wuu qaabilay ilaahay yadcuu asagoo baryayo tuugaaya faqaala
haddana wuxuu yidhi markuu salaadii subxee tukaday, allaahuma ilaahayo, haa qad asbaxa, waa kaasuu beryey asubxu subxii, ilaahayo waa kaasa oo waagii beryey. Wadafiqa annaasu, dadkiina waxay gudagaleen, yaqaduuna, inay kallahayaan, wayaro inay kallahayaan, oo wayaruuxuuna, ay soo caraawahayaan, ay soo noqonayaan, yabtaquuna, ayagoo dalbaayuu raadinaya, min fadlika, fadligaaga. Waayo subxi haddii la gaaro, qof kasta wixii fadliga allah buu doontaa. Qof kasta waa qaraab tagaa oo meeshii allah wax uga saqirahaya ayuu markaa aadaa. Taalibkii ardayga dib iskuulkiisu aadaa, jaamiciga jaamacaddiisu aadaa, gaarilaha iyo tagsiilaha tagsigiisu aadaa, dukaanlaha dukaankiisu aadaa, mudiirka xafiiskiisu aadaa. Qof walba meel allaala meeshii uu wax ka helaayo yaa subxii la aadaa, lagana soo rawaxaa. Wa ina likullin, mid kasta oo minhum dadkaa kallahaya kamida xaajatan, dambuu leeyahay. Qof kasta oo dadkaa ka mid ahna xaajo iyo dambaa u sugnaatay. Wa ina xaajata caamirin, caamir danta ilaahayow cindaka agtaada uu ka leeyahay waxa waaye, an taqfira lahu, inaad u dembi dhaafto. Aniga xaajadayda iyo baahida aan qabo rabbiyow, waa inaad dembiga ii dhaafta. Allaahuma ilaahayow, faqdi xaajat xaajatii, dantayda ii gud. waxaan ilaahayow baahi u qaba, isii macnaha oo dembi dhaaf ah. wa xaajaatihim, danahoodana ilaahayow ugu dadka. ya akramal akramiin, inta wax karaamaysa midka ugu karaamada badano. allaahumma ilaahayow, innii anigu sa'altuka, waxaan ku su'aashay hadda ka hor, thalaathan, saddex waxyaabo. fa acdaytanii, ithnayni, labaad isiisay. wa manactanii, waad ii diiday, waaxidan, midna waad iga mancisay. rabbow, saddex waxyaabood ayaan kaa baryay, labana waad isiisay, midna waad iga mancido, waad ii diiday. allaahuma ilaahayow, faaciiniihaa, isii tii saddexaad, xataa acbudaka, xataa acbudaka, ilaa aan ku caabudo, kamaa uxibu wa uriid, saan jeclahay oo aan doono inaan kuu caabudo, middaa saddexaad iigu dar. intaa ka bacdi, uma nahada, intaa kadib, uma intaa kadib, nahada, wuu hinqaday. waa istaagay, min majlisihi, majliskiisii alla uu ku baryaayay buu ka kacay. fa waqaca basarahu, araggiisii baa calaya korkayga ku soo dhacay, intaa maba ii jeedinba. markuu subxii dukadayuu ducadan ku ducaystayuu rabay inuu kaco, yaa indhahaygii indhihiisii isku dhacay. facalima, wuxuu ogaaday, caamir bimakaanii, makaankayga, minu xaggiisa aan ka joogay, fii tilka leyla, habeenkaa asaga ah, inaan habeenkaasoo dhan kor taagnaa oo aan raaqabaynaayoon, ilaalinaayoon, fiirinahayay ayuu markaa ogaaday. fajazica, wuu argagaxay, lidaalika, arrintaa inuu laga ogaada ma rabin. cibaado inay qaas u noqoto uu rabay bay ahayd. wuxuu kaynta iyo duurkaa la galayba waxay ahayd inaysan cidna ogaanin. fajazica, waa argagaxay, lidaalika, arrintaa, ashadda aljazaci, argagax midda ugu daran. wa qaala lii, wuxuu ii yiri, fii asaa, asoo aad u murugaysan, asi iyo murug asagoo qaba, araaka, waxaan arkahayaa oo aan u malaynayaa, kunta inaad tahay, tarqubunii, mid iraqaabaynahayay oo i ilaalinaayo, idul taagnaa, alleyla, tacaawaya, akhal basra, wilaalkaa reer basrow, akhal basrow, waa wiilkan walaalkee reer basra, walaalkoodow, inaad caabo dhan i tarqiibinaysay oo aad ikor taagnayd ayaan u malaynayaa. faqultu nacam, haa baan iri, buu yidhi. faqaala, wuxuu ii yidhi, ustur ii qari, maa ra'ayta minnii, waxaad iga aragtay, satara allahu calayka, allah kuu qariye, ilaahay ceebtaada ha qariye, waxaan aad ii qarisay, waxaan aad iga aragtay, ii qari, cidna iiga sheegin, buu yidhi. caamiraasaan ahaayo, waa tukanaayo, waa cibaadaysanaayo, taasuu markaa diidaya, xaaladdaasuu markaa diidayaa, ilaahay ha ku qariye, ii qari. faqultu, waxaan idhi, wallaahi, allaan ku dhaartaye, latuxadithanni, waad ii sheegaysaa oo waxaad iiga warramaysaa, bihaadihi thalaathati, saddexdii, allatii, taasoo sa'altaha, aad su'aalatay, rabbaka, rabbiga, saddexdii waxyaabood ee midna laguu diiday, labana lagu siiyaad ii sheegi, ow amase, la ukhbiranna, waan u sheegayaa, annaasa, dadka, bimaa ra'aytuhu, wixii aan kugu arkay minka xaggaaga, wixii aan kugu arkay baan dadka intaan u taga u sheeg sheega. haddii kale waxaad ii sheegaysaa saddexdii waxyaabood. faqaala, wuxuu ii yidhi, way xaka liibaane, laa tafcal, ha samaynin, hana i sheegin,
hana igu qasbin inaan saddexdii sheego liibaan ha ku sugnaatee way xaq way xaka liibaan la tafcalha falin faqultu waxaan iliguri huwa ma aqulu laka wa waasan ku dhahay huwa asagu ma waaye aqulu aan kugu dhahay laka adiga wixii aan ku dhahay waaye buu yiri huwa ma aqulu laka falamma raa markuu arkay israari inaan ku israarsanahay israarka macnaha waa inaan ku dhaganahay oo aan daa'imahay markuu arkay falamma gorti raa oo arkay aamir israari ku adeegayay ku sugnaashaha iyasaan markaa ugu suganahay markuu arkay qaala wuxuu ii yiri qaala wuxuu ii yiri uxadithuka waan kuu sheegayaa calaa an tuctiinii waana inaad isiisaa marka hore waxaan kugu sheegayaa calaa an tuctiyanii inaad isiiso oo aad iga qaada cahdallaahi ilaahi ballantiisii wa miihaaqahu alaa tukhbira inaadan u khabrin bidalika arinta axadan qofna waxaan aad igu aragtay inaadan qofna u sheegin ballan iga qaad buu yidhi axdi alleh faqultu waxaan ku idhi laka calaya laka waxaa kuu sugan calaya dushayda cahdullaahi ilaahi cahdigiisii wa miihaaquhu ballantiisa adag allaa ufshiya inaanan kaa faafinin laka adiga siran sir maa dumta xayan intaad nooshahay intaad daa'im ku tahay nolosha inaana qofna u faafino sirtaan kaaga sheegin faqaala wuxuu ii yidhi ta koowaad lam yakun ma ahayn shay-un shay akhwafu laygu cabsi badan yahay calaya korkayga fii diinii diinkayga min annisaa'i dumarka waxaan aad diinkayga uga cabsanayay dhinaca dumarkaa waayo nin aad dumarka u jecel baan ahaa sidaa darteed diinka inay iga fitneeyaan ayaan naagihii uga baqay fasa'altu rabbii rabbigay baan weydiistay an yanzaca inuu ka siiba min qalbii qalbigayga xubmihunna jacaylkooda jacaylkooda oo dhan inuu ilaahay qalbigayga ka bixiyo faistajaaba lii waa iga ajiibay ilaahay ilaahay waa ii ajiibay oo wuu iga aqbalay xataa sirtu ilaa aan noqdoon ahaaday maa ubaali inaanan u aaba yeelin imra'atan ra'aytu manaag baan arkay am jidaaran mase derbi gidaarka sida ay markaan hor istaago uusan dareen iyo waxyaaba igu dhalanin hadday naag horteeda soo istaagtana saasoo kale noqday buu yidhi waxaa isku mid ii noqday gidaarka iyo dumarka ilaahay baa iga ajiibay faistajaaba lii xataa sirtu ilaa aan noqdoon gaaray maa ubaalii imra'a inaanan u aaba yeelin ma dumar baan ra'aytu am jidaaran arkay mise gidaar dhagax iyo naag inay isku mid ii noqoto faqultu waxaan idhi buu yidhi wiilkii haadihi waaxidatun tan waa tii koowaad fama athaaniyatu tan labaad maxay tahay faqaala wuxuu yidhi athaaniyatu midda labaad waxay tahay annii anigu sa'altu waan weydiistay rabbii rabbigay allaa akhaafa axadan inaanan cidna ka cabsanin gayrahu asaan ahayn ilaahay gayrkiisa inaanan ka baqin faistajaaba lii waa ii ajiibay alloo waa iga ajiibay xataa an ilaa aan anigu wallaahi baan ku dhaartee ma arhabu shay-an aanan ka cabsanin shay fil ardi dhulka ku sugan walaa fi samaa xataa samada ku sugan siwaahu asagaan ahayn wixii ilaahay ka soo haray inaanan ka baqinba faqultu waxaan idhi fama athaalitha ta saddexaadna maxay tahay faqaala wuxuu ii yidhi sa'altu rabbii rabbigay ayaan weydiistay an yudhiba inuu iga tagsiiyo iga qaado cannii xaggayga annowma hurdada xataa acbudahu billayli ilaa habeenkii iyo wannahaari aan u caabudo kama uridu saan doono famanacanii haadihi athaalitha taa saddexaad allaba iga manxiyay subxaana watacaala layma ogolaanin layma siinin waayo maslaxadiisa allah garanaya subxaana wa tacaala hurdadu waa shayga lagu kaalmaysto cibaadada sidaa darteed laba maalin qofkan indhaha isku geynin oo aan hurdin maalinta saddexaad waad arkaysaa siduu markaa yahay xaalad xun buu markaa ku sugnaanayaa xataa axaadiista qaar baa tilmaama adoo salaad ku jira hadday nucaas iyo gamaanyo ku qabato seexo ilaa hurdadu ay kaa baahbaahdo ilaa hurdadu ay kaa tagto waayo qofka waxaa laga yaabaa inuu rabo naftiisa u bixiyo inuu istikfaar weydiista ilaa hurdana waa haysaa oo markaa carabkiisa iscunuu naftiisa habaaro buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariisaad rabtaa inaad dhahdo ilaahu cadaabo naartii geliyo saa iyad baa laga yaabaa inaad dhahdo waayo waxaad sheegaysa wax kalama kala taqaanid sidaa darteed ba axadka naa'imkee hurdaaya qalinka laga rafacay
qalinka waa laga rafacay wax loo qoro ma jiro haduu daldalmo caawo dhan wuxuu sheegaba waxba looma qoro kasoo qaad ma laha marka ilaahay waa iga manciyo waa ii diiday middaas saddexaad saddexdaa buu markaa ii sheegay fa manacanii haadihi athaalitha falamaa samictu markii aan ka maqlay buu dhahay wiilkii minhu caamir xaggiisa daalika arrintaa qultu lahu waxaan ku idhi rifqan binafsik naftaada u naxariiso war naftaada u dhibri u naxariiso fa innaka adiga taqdii waad gudataa laylataka habeenkaaga qaa'iman adigoo taagan wa taqdicu waxaad ku goysaa nahaaraka maalintaada saa'iman soon adoo sooman wa ina aljannata jannadu tudraku waxaa lagu haleelaa biaqalla mima tasnac waxaad samaynaysa wax ka yar waxaan aad samaynaysa wax ka yar baa lagu gaaraa janno marka saad darteed caamiro naftaada u naxariiso wa ina annaara naartuna tuttaqaa waxaa looga gabbadaa oo looga cabsadaa oo laysaga ilaaliyaa biaqalla mima tucaanii waxaan aad isku dhibaysa wax ka yar marka saad darteed waxaa samaynin fa qaala caamir wuxuu yidhi innii anigu la akhshaa waxaan ka cabsanayaa an andama inaan qoomameeyon faraqaniino xaysu meel laa yanfacu nadam aysan anficinin nadam meel aysan shallaay ii farqanin anficin baa jirtaa maalintaa baan ka baqayaa inaan nadaamoodo wallaahi allaan ku dhaartee la ajtahidanna dadaale oo dadaale oo waxaan ku dadaalayaa fi lcibaadati cibaadada maa wajadtu ilaan helaayo ila alijtihaadi dadaal xaggii sabiilan wado ilaa wadda lagu dadaalo aan helaayo waan dadaali doonaa buu yidhi ilaahay cibaadadiisa iyo salaadda iyo khayrka iyo wanaagga ayaan markaa ku dadaalayaa fa in najawtu haddaan badbaado anoo saas u dadaalaya haddaan koro oo aan janno galo fa biraxmati illah ilaahay naxariistiisa waay subxaana watacaala maaha cibaadadayda haddaan janno galo raxmad allaan ku galay anoo saa u halgamay wa in dakhaltu naara haddaan naar galana hee fa bitaqsiiri waa gabadfalkaygii buu yidhi anaa gabood falaye rabbi ima dulmin subxaana watacaala waa xaalad cajiib badan anoo aad u dadaalaya haddaan badbaado raxmad allaan ku badbaaday wallah aanan camalkaygii qiyaamkii soonkii faraha badnaa aanan janno ku gelin haddiise aan cadaab galo rabbi ima dulmin waa taqsiirkaygii gabadfal baa igu jira anaa gaabiyey kayra laakiin anna caamir ibni cabdillaah lam yakun muusan ahayn raahiban raahib oo min ruhbaani ruhbaanta alleyla habeenkii fa xasbun keliya raahibku waa qofka cibaadada aad ugu dadaala ruhbaan keliya ma ahayn mid raahib ahoo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa habeenkii u go'ay keliya fa xasbun wa innamaa kaana wuxuu ahaa faarisan geesi oo min fursaani nahaari maalinta geesiyaashoodii fardafuulkooda maalintii aydan sidoo kale famaa adana muusan dhawaaqin mu'adan mid dhawaaqaya liljihaadi jihaadka fii sabiili illaahi alla jidkiisa ilaa kaana wuxuu ahaa fii taliicati man dadka ugu horeeya yujiibu ajiiba nidaa'ahu dhawaaqiisa caamir dadka ugu horeeyay safka hore ayuu ahaa wa kaana caamir wuxuu ahaa idaa nahada mar allaalla markuu usoo degdego liqaswatin duulaan oo min alghazawaati duulaanada maca almujaahidiin mujaahidiinta micigooda markuu la soo degdego ee uu raba inuu raaco waqafa waa istaagaya marka hore yatawassamu annaasa dadka ayuu eegeegahay marka ilaan waa rifqarifqo jameecada uu raba inuu raaco ee uu la baxo ayuu tawassam ku samaynahayay yatawassam macnaha waa usoo fiirfiirinayayo waa iska ogaanahaya marka hore annaasa dadka liyakhtaara suu u doorto rifaaqahu qoladu raaci lahaa qolada uu raaci lahaa ayuu rabaa inuu iska fiirfiiriyo fa idaa waqaca hadday ku dhacdo calaa rifqatin rifqo oo tuwaafiqu oo rifqo haddii ay ku dhacdo indhiisa fa idaa waqaca calaa rifqatin oo tuwaafiquhu waafaqda macnaha uu rabay inuu raaco haddii rifqadii uu rabay uu helo oo tuwaafiq iyo iswaafaqitaan xaggooda uu ka helo qaala lahum wuxuu u dhihi jiray yaa haa-ulaa'i kuwaano innii anigu uriidu waxaan doonayaa an asxabakum inaan idin raaco
على أن تعطيني لكن بشرط وإن تسيسان من أنفسكم نففيالكينا ثلاثة خلال سدح وحيابات ثلاثة خصال وخلال وخصال سدح أرن وإن إذن كهلا فيقولون وحيئرنين ما هن وامحي فيقول عدهي أولهن مدود أن أكون لكم إنن أهذا قادما قادم أنا إذن شقينا دركة أنا بقايا قريانا صوقرايا وانتظر أنا كرنايا طاورت كوي أقلاب الله يصحيح إنن إذن أهذا خادما شقالي فلا ينازعني أوصن إقول الدوذين أحد ومنكم أذنك إذنك مدأ في الخدمة أبدا خدمة إي شقين تقولي والثانية مد اللباب أن أكون لكم إنان إذن أهذا مؤذنا آدامي صلاة أنا آدامة يوليه جري مارك حلقة صلاة لقارو مؤذن إقا دكتي فلا ينازعني أحد منكم النداء للصلاة قفنا إنو صن إقو قفصن إقونا لدوذين آذانك صلاة والثالثة مد سدحات أن أنفق إنان نفقيه عليكم كركينا أنا بيلكي نقبا بقدر طاقتي تنكري كرو إن الله لا أنت أودنا إن النفقية فإن قالوا نعم هي هذي دهان انضم إلى وكبير جري هي هذي دهان وكم ابن قنايا وإذا نزعه أحد ذو كل ضوضة أو منهم أي كم إذا تدك شيئا وح من ذلك أنت كم إذا ما يأذنك أنا رب حفظه إما أنا رشينك كرنايا رحل عنه وكبر هي ويستجتجي إلى غيرهم غير كذب مركا آذائي ولقد كان عامر وحوصرنا من أولئك المجاهدين نمنك مجاهدين تألد ولقد كان وحوصرنا عامر من أولئك المجاهدين إنو كمد أها ولقد كان وحوها عامر من أولئك المجاهدين الذين كيبوا كمد أها يكفرون بذنهي عند الفزع أرققها أكتسا مركا خطرت أجرتنا وضد كبطا معنا والله أركا ويقلون يران هيو أن لا أركين عند الطمع طمع مركو جرو حول مركا لقيب سنة إن أركي ميست ما أنتونا ولا الرادينة آوي عامر يا أركي مركا لباتة إيو كربضة إفزع جرانا صفقروا مركا جوغا فهو يغشى مد دبولو نح دواشا أيوها اللواغا قوبها كما لا يغشاها سيسن أسود دبول أيسن قدح ضبالا أحد سواه من أصغك صوحري ولكنه لكنس يعف من طرسنا بضنبوها عند المغنم غنيمة أكتئذا كما لا يعف عنه سوصن قد طرسن حقيس أحد غيره معنى ساسلو لجينا فزعنا وابدن يهي ومالكس اسكي يليانا هو العركة عند طمعي عنتضئي رشنك إيوأك لقيبنا ينا ويريه مبلا أركبا فهذا متكن واسعة ابن ويوقاص ينزل ودقيا بعد القادسية دقال كي قادسية كذب في يواني كسرى كسرى قصر جيسي أيوسو دقي كسرى أو بغر كي متقانا أهيا فرس يوان كيسي إي قصر جيسي بوسو دقي سعد ويأمر وهو أمر عمر ابن عمر ابن مقرن إنك الله جمع عابه بأن يجمع إنه سوق المية الغنائم غنيمويك ويحصيها أونكوا إنه تريه بل وح الله لا وحي لصوح لإنت اسكوك أنتو تريبو يري ليرسل سلوه قدر خمسها خمس كيدي إلى بيت مال المسلمين بيت المال كمسلمين ويقسم أوقيبية باقيها انت صهرتين على المجاهدين لما قد قال يها الندأ فاجتمع وحلق سوء أروري بين يدي هرتيس من الأموال حق حولها حقه والأعلاق هي متك أعلاقها حولها أعلاق وحلق هذا وكو أغن في السنة أغفي عن أغن قالسا كو أعلاق أهي أغسر سريا أي لسوء أروري علاقة أنت أغفر أبدا وشيء كست أو ثمين أو نفيس وهو عمركو قال إن ما يفعنا إسكو درصده وهي علاقة ها يفعنا إيوان نفائسي وهي هيرك سرأها إسكو معنى دويين أيا لسو أروري ما يفوق الوصف وحكا كرنقضي إلا وصفيه إلا قابيو أنت سي أهايين إيو سا سي أهايين وحلا ده وحكا سرأيا أيا لغسو كل ميي وهو يعز كأبكاضي وكعزوبي على الحصري إلا حصريه أما لقوبه
in la xasriyana way ka cisoobeen oo way ka adkaadeen macnaha waana la koobi waayey waana la sifeyn waayey waa sacad agtiisa la keenay fahunaa meeshaani silaalun sallado ayaa yaala salladaha waa dembilooyinka waaweyn kabiiratun oo weyn mukhatamatun lagu khatimay oo saa loogu wareejiyo lagu daboolay birrasaasi rasaas waa maar maarba inta saa loogu wareejiyey yaa sallad lagu dhex sameeyey mamluu'a waxaa ka buuxa oo laga buuxiyey biaaniyati dhahabi waalfida weelal qalin iyo kuwa dahab ah kaana ya'kulu biha waxaa wax ku cuni jiray muluuku faarisa faaris boqoradooda saxamadii galaasyihii koobabkii dahabka iyo qalinka oo ay faaris madaxdoodii ku cuni jireen yaa sallad ka buuxda oo maar lagu wareejiyey halkaabay taalaa wa hunaaka meeshaan sanaadiiqun sanaadiiq baa taala sanduuqyaalo oo min nafiisi lkhashabi alwaaxa kan u qalisan laga sameeyey kudisad laga buuxiyey fiiha gudaheeda fiyaabu kisra kisra dharkiisii iwa awshixatuhu wishaaxyaalkiisii waa kuul wishaaxa waxaa la yidhaahdaa waa kuusha aan yarayn laakiin markii saa loo gashto ilaa waxoogaa jilbaha gaaraysa kaasaa ka buuxa wa duruucuhu cambuurbireedyaalkiisii almuxallaatu lagu xardhay lagu qurxiyey biljawhari waddur jawhar iyo dur waxyaaba laysku qurxiyo wa haadihi tani asfaatu wa asfaat asfaat waxaa la yidhaahdaa geed yar oo maar ah waa weel yar dumarka inta badan waxay ku shubtaan waxay dhigtaan markay seexanayaan armaajada agteeda cuudka iyo uunsiga iyo dhegadhegaha iyo waxaasay ku ritaan marka waa weel yaroo aad u qurux badan mamluu'a waa mid laga buuxiyey asagana binafaa'is alxuliyi dahabka iyo waxa laysku qurxiyo kan ugu qaalisan iyo wa rawaa'icil muqaniyaati waxyaabaha la reeb la samaysto muqadiyaadka waxyaabaha dadku ay ayagu samaystaan kan ugu qaalisan ayaa ku buuxa weelasha yareerka ahna wa tilka tani acmaadun fiiha waaqmeed waa galal fiiha suyuufun waxaa ku dhex sugan seefo muluuki lfursi boqoradii furseefahoodii melika bacda melikin boqorba boqorka ka dambeeyuu ka dhexli jiray wa suyuufu lmuluuki boqorada seefahoodiina halkan bay yaalaan waalquwaad iyo nimankii quwaadda ahee horjoogayaalka ahaa alladiina khadacuu kuwaasoo u khuduucay oo u qushuucay lilfurusi furs nimankii qaadada ahaa ee hogaamiyaalka ahaa ee u khuduucay oo hoos yimid furs seefahoodii khilaala taariikhi taariikhda gudaheeda in allaale intay taariikhda furs jirtay raggii noocaas ahaa seefahoodii wa fiimaa wakhti kaana alcummaalu shaqaalihii ay ahaayeen yaxusuuna kuwa koobayo tirinaya haadihi alghanaa'imi ghaniimooyinka calaa mar'ayin meel ay arkayaan min almuslimiina xaggaa lagu soo tirinaa iyo meel baa la gelaya oo lagu soo tirinaa ma jirto dadkii oo dhan meeshay wada taagan yihiin dadkii oo dhan hortoodii araggooda lagu tirinayaa iyo wa masmacin meel ay ka maqlayaan kow iyo laba wixii la tirinaayo aqbala calaa alqawmi qoomkii waxaa soo qaabilay oo ku soo baxay rajulun nin ashcafu aqbaru basaasan boorna leh ashcafa waa timaha way basaasan yihiinoo nadaafad iyo saliid iyo shanla ma laha aqbarkana waa jirka intiisa kaleo boor iyo dhas iyo waxbaa ka muuqdaa wa macahu wuxuu wadaa ninka xuqun kabiirun xuq buu wadaa wa sanduuq kabiirun oo weyn kabiiru lxajmi jumrigiisu uu weyn yahay xuq buu wadaa ama waa boorso ama waa sanduuqoo xajmi weyn leh faqiilu lwazn wazani miisaankiisan uu culus yahay xamalu wuxuu ku soo xambaaray biyadayhi labadiisa gacmood kiltayhimaa labadoodaba hal wuu ku qaadi waayey labada gacmood buu saa ugu soo qaaday fata'ammaluu way u kuurgaleen way sugeen oo way fiiriyeen fa idaa huwa waaba xuqun sanduuq ama boorso lam taqac aysan ku dhicin cuyuunuhum indhahooda calaa midlihi kaasoo kale qatun weli waxaan maanta dhan la tirinay oo hortooda yiilay kaasaa ka fiican macnaha walaa wajaduu maysan oo walaa wajaduu aysan helin fiimaa jamacuuhu wixii ay jamcinayeen shay-an shay yacdiluhu u dhigma sanduuqa ow yuqaaribu ama u dhowaadaba
wax u dhigmi kara ama u dhow uusan markaa jirin. فنظروا ويفيرين في داخل صندوق الداخل كيسي فإذا هو قد ملئ محد بدي كرتاب وحاكبوحا بالروائع الدر والجواهر جواهرته يدر وحيابها اللي اسكو قرحيه ويا دمانه روائع ذا يكو أغسر سري أغقى لسنة أغقى رعض بضل يا صندوق القديس كجرا فقالوا حيودها للرجل ننكي أين أصبت هذا الكنز الثمين وركنزي كان ثمين كيه قالقا حقيقة هشي حقيقة كانت معناها فقال وحيري فقال وحيري غنمته وحنك غنيمستي وحنك هلي في معركة كذا دولانكي هبل في مكان كذا ميل هبل فقالوا حيدهن وهل أقدت منه شيئا وحمك لا بحضي ميت كان من لدافي كرميه وحمك قالت وحمك لا بحضي فقالوا حيدهن هدأكم الله الله إذن هنوني إلهي ها إذن هنوني والله وان قررت إن هذا الحق صندوقا نيكرا إيو جميع ما شيء كستو ملكته أي هنطي ملوك فارس فارس بقردو ذا لا يعدل عندي أكتي ذا أمدك مو أكتي ذا لمت معها من لدك مايو عندي أكتي ذا قلامة ظفر عد في دي ذا وعن أكو جيدان ii waxa iska daaye ay haystaan furs buqoradoodo dhan iyo cidi fiideeda ma bay digmi kartaa buuray waxaan agteeda ma waxba maba ka aanba idinku xalidi wax maad kala baxday iyo waa qulaama ta dhufrin cidi wax la mid ah ama qulaamkeeda ama fiideeda walaw la haqu baytil maalil muslimiin muslimiinta baytka ma baytul maal kooda حق أنه ليه دوصاً أهان لين فيه ما رفعته من أرضه ميشي سمبا كسو قادي لهم بويري وحان هدبا أسو قادي بيت المالك مسلمين تئن وحلق الشبو أي حق نبو أهميه ما رفعته كمسو كر قادي من أرضي دول كيسا ولا أتيتكم بمن إذن كان لهم بويري فقالوا حدا من أنت ورياتها أكرمك الله الله وكرامي وركما تانيكا في عنو فقالوا حدا لا والله إلهي بان قدرتي لا أخبركم إذن شيئي ما يو إذن أهي ما إذن شيئي لتحمدوني سادي أمانتان أدو إنا تلاهدان هبت ساسو أها نم ساسو أها وعاسو كيني مر ببويري ولا أخبر غيركم غير كينان أخبر ما يعذن أهي ليقرضوني سيئي أمانان أيغانا إذن كان إذن شيئي ما يو إذن إذن كهين اسكو شيئي ما يبويري ولكني لكن سأحمد الله تعالى إلهي وانكم مهدنا يا وأرجو حنك الرجين يا ثوابه إلهي من ثوابت سرجين سبحانه وتعالى ثم تركهم ومضى وإسقسوا التقوى صور نقاقي فأمروا وحي أمر رجلا أو منهم دتكي كمذ أن يتبعه إنو ضبق لنكان ورنين كان رعب علي سوءه وأن يأتيهم إنو ألي ماذا بخبره خبر كيسا خبر كيسا نوكين مجي عيسى إيه عده او يهي ايو دمان موكين نبي صوتا بديغين فما زال الرجل ننكي كما او سنزولين يمضي انو صعنا يوراءه عامر قداشيسا وهو عامرنا لا يعلم بيو سنقين حتى بلغ إلا او قاري أصحابه وصحابتيسا رقي مركور او كسو اتغي يو عامر اتغي فلما قرتي سألهم عنه او يديي او يرور ننكان واكما قالوا حيدين ألا تعرفه متى قاند نياه نن كان ميادا أقونن إنه زاهد البصرة وزاهد كبصرة وننك زاهد كأها وننك أدونك ضوضوبة توري إرير بصرة وعامر بن عبد الله التميمي ننك أواي بيدهن لكن حياة عامر بن عبد الله نرشي عامر بن عبد الله على الرغم أيدو أي جرتو مما عرفت وحي أدك أقونستي من أمر أمر كيسا إلى معصو أقونسني نن زاهد عبادة بضن ربي بريا عباد ليس إلا أجاد أن ربي كيمت دحر ذا الليل كنت كنايا أصغو أرنتي سصدا أي أهيد لم تخلو كما فكنين لم تخلو خالي كما نقنين من المنغصات وحيا وحعروية وحيا بها وحوصقية كما بدبادين أو كما خالي نقنين ولم تسلم من كبت بادين من أذى الناس تتكذب كوده ننكي نوعا أهبا بدبابي وايه فلقد تعرض وحا أصابا بحي وحولك المي مما يلقاه وحا أي لك المان الصادعون دتك كل جهر وكرق الدواقة
بكلمة الحق كلمة حقا دبك لجهر وحي أي لكل من المنكرون إنكرا للمنكر منكركا العاملون كشقية على إزالته منكر كترتريتان كيسا وحي أي لكل من أي لكل من وكان السبب سببتي وحي أهيد المباشر أي مباشر كأهيد أي كقبصتي فيما لحق به وحو حلالي ومن أذى ببعا أرنت صوصعتا وحيابه دبك سو غاري مباشر كو كلا كلمي وحي حلالي دبك وحو أها أنه أصدق وعامر أبصر وحو أركي رجلا أو من أعوان صاحب الشرطة صاحب الشرطة ذاتك عيدنك مدك صاحب كوه أطليا نن أشقي أعوان تيساء وصاحب الشرطة البصرة بصرة مجال ذي ذننك أطليا قيبت عيدنك هيستا نن شقالو أهبو أركي وقد أمسك أصدقو كدجن بخناق رجل أهل ذمة نن أهل ذمة كمدعا خناقي سيدونتيس يوسف قد جيه وجعل وعوج ذجلي يجره إنه جيدايو جر جيدتان حب جيدايا والذمي ينكي ذمي جاذي وانصات الماني وقالوا مسلمين تا كل حنول أو إن دبات الجرسي ممنوعته بحياة غرامها ذمي جينا يستغيث الناس ضدك وجرجر ويدي سنايا وقيلنا يا ويقول حؤرنا يا جيروني وربت بابي أجاركم الله 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 إذن بدبابي أجيرو ورقرقار وبدبابي ذمة نبيكم نبيين ذمة ذي سيبلنتيس يا معشر المسلمين إلى النبي قال لب الله إن دبات الجرسين قال المسلمين تكون إحنال يا معشر المسلمين ذمة ذي نبيين بدبابي فأقبل عامر عليه نكي مساقع بني وقال وحيري وحكم لي إن جسيدي عشرتي وصنبحين قال وعكيري هل أديت جزيتك؟ ما ديبت جزيتي لقبلها؟ فقال نعم أديتها هوان ديبي بويري فلطفت إلى الرجل ننكي بوفيري الممسك هاي كدقنا بخناقه خناقي سيكوليتك وقال وعكيري ما تريد من محد كدو نيسان إنك محد كربطا فقال وعكيري أريد محن ربا أن يذهب معي إنو إلى الطاقو ليكسحص أصحاقه حديقة صاحب الشرط ننكا شرطة هايستا بيرتيسا إنو صحاقه أو نعراقه فقال عامر وحوكوير للذمين ننكي ذميقاها التطيب مكوقا نعسنتهاي أو مكفر عسنتهاي وطيب مكوتهاي نفسك نفسد هذا بهذا العمل عمل كان لقوه فقال كلا ما يبودهاي أود أمليه فلذلك تاسي يهد وحي دمي دمينيسا قوة يحوقي إلى ما ترمان وحي مسلمين تانسيلا أسو شقيني كست إيد لمن إن العيال كي أسو شقيستان ربا هدان ماشا تاغو حوقي ودمي ويشغلني وحي إغا مشغولينيسا عن كسب قوت عيالي قوت كعيال كي كسب كان أسو شقين لها تانا وي إغا مشغولينيسا فالتفت عامر وحو إغا إلى رجل ننكي وقال وحو لهاي دعو سي داوير ننكي فقال لا أدعو دين ما يبونه سجنا ما دافعه فما كان من عامر حجيس كما أهان أو كما تسمين أو كما دعين إلا أن ألقى رداءه إنه جئسي صاري أو كتوري على الذمي نكي ذمي جاءها وقال وعر والله لا والله الله كطارتي لا تح لدلاع مايو لجوح جد بمايو ذمة محمد نبي محمد بلنتي سواء أنا حي أنا جونور عطا وبيروا كصاي ثم كبعد تجمع الناس ضدك وقصوا أروري إلى ماشي بوغ يركض عا ذد وين صاص يقصوا طول سمان وعام وحي جانسي عامر على الرجل نكي كدينتي سي وخلصوا وحي كبحيان كفكيان أذمي نكي ذمي جاها بالقوة سحوك يأخلصين فما كان من أعواني ما بقى نمب من أعواني صاحب الشرطة إلا أن اتهموا إن كتهم يستين كتهم من عامر بنبذ طاعة طاعة ذي إنه كبحيبة طاعة ذي وللأمر كلا أتيع لها أي كبحيبة دهن ورموه حي كتور بالخروج إنه كبحي على السنة والجماعة سنة ذي جماعة هذوب وحن كاني ورقي الأمر كأها أرنتو ذي أودي ذهيو والله إنك ننتوري بلانتي وايدهين وقالوا وحيدهين إنه أصغو
امرؤ وشخصي لا يتزوج النساء الضمر كقرسن كو وعلت ولا يأكل اللحم الحيوانات البه حولها نمعنه يو ألبانها عنه إذا والله ويتعالى ويسكر مرسيا على غشيان إنه صوب بحقلو صوفر يستو أما هو صوب دبولو مجالس الولاة ما ضحظة فدي بودة ماشي إني منك أمرضو فديانا ويسكر كبرسيايو ما صوفر يستو سد حدا سيكو صوب إذين ورفعو وحي أكر قادين أمر وأمر كي سيكو دعويين إلى أمير المؤمنين وعثمان بن عفان أها رضي الله عنه إلى يكر راضي النقضين عثمان بامركا ولا يدئي مضحتني ماذا هستي أمر وحو أمري الخليفة خليفك وعثمانه واليه واليسي على البصرة بصر الجوغي بأن يدعو إنو أيره عامر بن عبد الله إلى مجلسي حفيز كيسي مجلس كيسو أغوحه وأن يسأله إنو ويديه عما نصب إلى وحيابا لقصو الشاقي حقيسا وعيابا حقيسا لقصو الشاقي لقو نسبينها يا حقيسا لو نسبينها يلقا يهير ابن معنو ناقانا مقورسدو مضحدنا لما فرستو تا أن لسوكر قاضو إيو أن يرفع له إنو أسو قدبيو خبره خبر كيسا وحي جواب تيسا أهنا إيسو قدبيو يري فاستدعاو أياري والي البصرة بصر والي قيدي عامرا عامر بوعي وقال وعو يري إن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي أطال الله إلهي حد يري يبقاه جريتان كيسي أمرني وهو إصو أمري أن أسألك إن أنك سؤال عن أمور أريموين نصبت إليك حقاق اللونس بيهي لقاسو الشيء معناه إن أنك سؤاله معك خبتها فقال وحير عامر صل عما أمر بي أمير المؤمنين يويدي وحي أمير المؤمنين تكسو أمري فقال وحير ما لك محاد عيو ما لك أو تعزف أقول لي حنيسا أو نعيسا عن سنة رسول الله رسولك سنة صلى الله عليه وسلم ووتابات وديدي سانت تتزوج جنات قرسته إلى أنك يقولك ديدة سنة دي النبي قديدي صلى الله عليه وسلم محاكيني أو كلفي إنات قرسا ويسا معناها أو سنة دي النبي كالليحيي أو مركاته قال لي حانيسا سؤال شاسو مركا رويديي محاكالليحي سنة دي النبي فقال وحير ما تركته كما وكما ننتجين الزواج جورك عزوفا كإلى شئ نعتان عن سنة النبي نبي السنة ديس عليه الصلاة والسلام أن عاية فأنا أني أشهد وحنقريا أنه لا رهبانية رهباني إن سنكوجن في الإسلام إسلام كرهباني وحال هذا وقفك عباد أنقباء مقول سنايو مشقي سنايو وحمقب سنايو مئس هجاجنايو مقبي سنايو أون وحن قنان ماشى إسجدرو إلهي عبدا يكليه ما يا إسلامكم ما أفر لو أتنك سع مسيات كان فرنا لجاي يلي مايو أفر لو أتنك سع سوق عن جوجا لجاي يلي مايو عبادي سوء الدون كان مشقي سوء مركز رهبانين يسون إسلامي ما دقول جري وإنما أنا إمرؤ شخص من أهاي رأى وحن أرقي أن له إن الله نفسا واحدا هل نفس كليه هل نفع لا يبوي فجعلها نفتي وحنقي لي لله عز وجل إلهي بنسيه سبحانه وتعالى إلهي أيان قي لي وخشي وحنك عبصدي أن تغلبه إني كقول ليستو الزوجة زوجة عليها نفتي كركيدة هذا ما يقول سدو مضحنون إيه قيل إيه صام بعد عضي إيه حقة جوكت إيه وابصاب بعض إيه سكر بعد ما تي سريد ملا إيه إني نفتك غالب نقطه تاسان نعيبه يري وامدكم هذا فقال وحر ما لك محا حالك لا تأكل اللحم هذه لبك لعوني لأضاي هذه معن تدبهنا لأضاي مع لبك وعوني ويسي فقال وحر بل أكل وانعنا إذا اشتهيت هدان جعليست وجدت أن هلو هدان هي لبك هلو أنا ما كهلا سيدا لو كريي أصغينا أن هلو وانعنا أما إذا لم أشتهي هدان جعليست كورا هي لبك وان هلي لكن وحان جعليست بلو سمي ما كهرم بويري أو اشتهيت أم أن جعلاضه ولم أجد أن هلين فإني لا أكل أنا ومعن معن عناوير مركا إلى ما بهلين به من كهلين أما وان هليو وان كهلي واي أما وان هلو أصغي بان كهلي واي مركا سيو عناوير مجرد تعالى لكن هدي أن هلو أن اشتهيه وعنا وعكرا إيقا منعيا مركا مجرد فقال ما لك لا تأكل جبنا جبنا معد عناوير مركا بالك جبنا اللي رأيه وعلمها يرير كأه عن النوجة وعلوش أو علوش عنا يكون جيران أو كلا فريسيه بالك نوع عسى جبناه الله بها محد عني ويسيب اللي يري كا
فقال وحدا إن أنك بمنطقتي وحن كسوغن هاي منطقتي قارت فيها مجوس مجوس أي جبتو يصنعون الجبن أي كان جبن كسمية وهم قوم وقوم لا يفرقون أن كل جين بين الميتة والمذبوحة حولها لبورعي كان دنتا ويسوكا سوصمينا يا وح الله لو حي أركان كل دنتي كل قليبة ويقوصمينا كلا فرق مايا وإني أني بل أخشى وحن كعب سريا أن تكون إني نقطة المنفحة منفحة وما دذا لقسم يجبنها التي صنع بها أي قسم الجبن من شات رئني نقطة غير مذكات أن لقورعين فما شهد وحي مرقاتي إيقاك عام شاهدان لبا مرقاتي أو من المسلمين مسلمين تكمدع على أنه جبن إنه جبن يهي صنع لقسم يهي بمنفحة شات رمنفحة ذا مذبوحة لقورعي أكلتوا عن يبوية لكن وحن سجئ إلى لنايو أما أنحاران عنطاوه فقال وحجر وما يمنعك محاكو ديدي أن تأتي إلى أتكتر لفريسته الولاد لمنك ولاد دي مرحضة وتشهد أقاقب قشو مجالسهم مكانو فديقودة حفيسة محادو قلتك ويصلوا فريس الله دي مرحضة فقال وحجر إن في أبوابكم البابهين كثيرا وحبوحا من طلاب الحاجات ضدن أولاه دب طلابه ضلبه حاجات وبه هيسا فادعوهم ويرت إليكم حقينا لمن كأبا إذا هيسي البابين التاكتين ما تكحير يسام بويري واركوا أوعد وقضوا أجد حوائجهم دنهولا ولديكم حقينا أي كطبعا واتركوا كطاقوا إسكطافا من لا حاجة له عندكم قفا أكتين حاجة كالعين قفا بإذن ربين نو إمو معيتاي ميقى البابين فرسا وما لنك سلع إليه بريمو بريمو لليه وردتك وحتر بويري dadka idin ka tageyna faraha marka ka qaada caamir qasadiisa aad bay u dheertahay laakiin inta dhiman waxaan ku dhameystiray doonaa hadii rabbi subhanahu wa ta'ala duruusana ku soo socda bal saacad meesha ay noo joogto wabillahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.